بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي مشاهدي القناة الطبية، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة معادنا مع هيموكلار. هيموكلار هو كريم لعلاج ألم المفاصل والعضلات، وعامل واقي للأوعية الدموية. هيموكلار المادة الفعالة فيه هي بنتوزان سلفيوريك بولي إستر. هيموكلار 5% كريم يستخدم لعلاج ألم المفاصل ألم العضلات، وهو عامل واقي للأوعية الدموية، الجهاز العضل الهيكلي، وجهاز القلب الوعائي. ويوصى به بهيموكلار في الإصابات الموضعية الخفيفة مثل الكدمات الصدمات لدى الأطفال والبالغين بدءا من عمر عام واحد. في الأول نتكلم نقول لا يمكن أو لا يجب استخدام هيموكلار في الحالات الآتية. أول حاجة، إذا كان لدى المريض تاريخ من الحساسية أو انخفاض في الصفائح الدموية بعد تناول علاج مضاد للتجلط وعقار هيبارين أو منتجات مرتبطة بالهيبارين. أيضا في حالة الحساسية المعروفة بفرط الحساسية لأي من مكونات مثل ميثايل باراهيدروكسي وبنزوات وجليكول البروبلين، في حالة الشك يجب استشارة الطبيب. يبقى محد بالنسبة للناس اللي هم عندهم حساسية لهذه الهيبارين او البارا هيدروكسي او جليكول بروبلين، التلاتة دول فما يستعملوش هيموكلار. طيب، بالنسبة لهيموكلار هو كريم للاستعمال الخارجي فقط، ولا يتم استعماله في الفم، لا تقوم ببلعه. يحتوي على جليكول البروبلين، وهو قد يسبب تهيج الجلد. يحتوي ايضا على ميثايل هيدروكسي بنزوات، وقد يسبب تفاعلات حساسية. توقف عن تناول او استعمال هيموكلار اذا احسست بتورم في الجسم، وهذا يعني وجود حساسية. ايضا لا يتم استعماله في العين والأغشية المخاطية والجروح والحروق والتهاب الجلد الدامع. طيب، بالنسبة للحمل والرضاعة، يفضل عدم استخدام هيموكلار خلال الحمل أو الرضاعة. وإذا اكتشفت الأم أنها حامل يجب أن تستشير الطبيب في استعمال هيموكلار أم لا. تركيب هيموكلار يتركب من جليكول البروبلين وميثايل بارا هيدروكسي بنزوات. كيف يتم استخدام هيموكلار؟ يستخدم من 2 إلى 4 مرات يوميا على المنطقة المصابة، وبذلك يدلك المكان برفق لتسهيل الامتصاص. ثم وصف هذا الدواء للاستعمال الفردي الخاص لحالة معينة. طريقة الاستعمال زي ما قلنا على الجلد، استعمال موضعي. واذا استخدمت كمية كبيرة من هيموكلار، كمية اكثر مما يجب، وشعرت باثار جانبية تورم او وهذه يجب التوقف عن استعمال هيموكلار. كيف يتم تخزين هيموكلار؟ لا يستخدم بعد انتهاء تاريخ الصلاحية، المدون على العلبة الخارجية، ويحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية. ما هي محتويات الكريم؟ كريم هيموكلار، المادة الفعالة بنتوزان سلفيوريك بولي إستر 5 من 10 جرام لكل 100 جرام من الكريم. المكونات الأخرى: شمع مستحلب غير أيوني، سيتوستارايل، ماكرو جول، زيت ذرة متعدد الجليكوزيل، جليسرول،
جليكول البروبيلين ميثايل بارا هيدروكسي بنزوات حمض الليفولينيك هيدروكسيد الصوديوم ماء نقي. العبوة عبارة عن علبة كرتون تحتوي على أنبوبة كريم 40 جرام زائد نشرة داخلية لتوضيح الاستعمال ودواعي الاستعمال والأثار الجانبية. بالنسبة لهيموكلار طبعا السعر بتاعه 18 جنيه مصري. آخر تحديث للسعر هيموكلار مرهم لعلاج الكدمات سعره 18 جنيه. بالنسبة لهيموكلار للكدمات والتورمات والتهابات المفاصل عند إصابة منطقة من الجسم بصدمة أو ضربة يسبب ذلك ظهور كدمات بالجلد، وعادة ما تختفي الكدمات من تلقاء نفسها، لكن يمكن استخدام بعض العلاجات الموضعية لتقليل الألم والتورم والتجمعات الدموية المصاحبة للكدمات مثل كريم هيموكلار. مرهم هيموكلار أو كريم هيموكلار للكدمات وعلاج التورمات، وهو من أفضل الأدوية الباسطة للعضلات ومضاد للالتهابات. دواء هيموكلار زي ما قلنا أول حاجة الدواء متوفر في صورة كريم يحتوي على المادة الفعالة بنتوزان سيلفيوريك بولي إستر، يستخدم لعلاج الإصابات الموضعية الخفيفة كدمات وصدمات وألم المفاصل والعضلات. مكوناته مادة الفعالة بنتوزان سيلفيوريك بولي إستر، وهي مادة تعمل كمضاد للتجلط الدم حيث تساعد على إذابة الجلطات الدموية وتخفف من التورم الناتج عن الكدمات والالتواءات. يحتوي الكريم على مكونات أخرى غير فعالة هي ميثايل بارا هيدروكسي بنزوات وهي مادة حافظة، وبروبلين جليكول مرطب، وحمض الليفولينيك مادة حافظة، والشمع والجليسرين وزيت الذرة والماء وهيدروكسيد الصوديوم. دواعي الاستعمال زي ما قلنا إصابات كدمات التواءات وألم العضلات والمفاصل. بالنسبة للعظام يخفف كريم هيموكلار من ألم العظام وتورمات العظام المصاحبة للكدمات ويمنع التجمعات الدموية. بالنسبة لهيموكلار لكدمات العين، في حالة الإصابة بكدمة في العين يجب استشارة الطبيب لوصف العلاج المناسب. أما كريم هيموكلار فيمكن استخدامه في علاج الكدمات الذي تصيب المنطقة حول العين، ولكن يجب أن تجنب ملامسة الكريم للعين. بالنسبة للتواء المفصل يخفف هيموكلار من تورم والتجمعات الدموية الناتجة عن التواء المفصل. هيموكلار للدوالي، الدوالي الوردية هي حالة تظهر فيها الأوردة ملتوية أو منتفخة وذات لون أزرق أو أرجواني، وتحدث الدوالي بسبب ضعف في صمامات الأوردة مما يسبب توسع فيها الأوردة وتراكم الدم فيها كريم هيموكلار لا يمكنه إصلاح الخلل في صمامات الأوردة، ولكن يمكنه استخدامه للمساعدة في تقليل التورم وتهدئة الجلد وعلاج التجمعات الدموية السطحية. بالنسبة لهيموكلار للتجمعات الدموية يعمل على كمضاد للتجلط ويساعد في إذابة التجمعات الدموية. بالنسبة للكدمات يجب وضع الكريم على المنطقة المصابة من 2-4 مرات يوميا مع تدليك برفق لتسهيل امتصاص الكريم، ويستخدم الكريم للبالغين والأطفال أكبر من 100 سنة. الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث من استعمال كريم هيموكلار يمكن أن يحدث تهيج للجلد.
بالنسبة للهيموكلور والحمل، من الأفضل عدم استخدام هيموكلور أثناء فترة الحمل. وبالنسبة للهيموكلور والرضاعة، لا توجد أبحاث مؤكدة حول إفراز الدواء في لبن الأم، ويفضل استشارة الطبيب قبل استعماله من قبل الأم المرضعة. في سؤال، هل يستخدم هيموكلور للحروق؟ طبعا هيموكلور لا يستخدم للحروق نهائيا. هل يستخدم هيموكلور للبواسير؟ الكريم ليس له دور، ليس له أي دور في علاج البواسير. ما هو بديل هيموكلور؟ بديل هيموكلور هو جيل اكستروما دي، ومرهم هيمو فلاش، وكريم هيمو كيور، وريباريل جيل. كل دي بدائل لمين؟ لهيموكلور. لو كملنا كلام عن هيموكلار، طبعا هيموكلار يطول الكلام عنه، انه يستخدم في علاج التجمعات الدمويه نتيجه الكدمات، ومعالجه اللون الازرق الظاهر على الجلد نتيجه الكدمات، وعلاج التورم الناتج عن التواءات المفاصل، وعلاج الالتهاب الوريدي الحاد والبسيط. كل دي الحاجات اللي قلنا ان هيموكلار بيستخدم فيها. بالنسبة لهيموكلار والاستخدامات الكثيرة ليه، طبعا للكدمات، تورمات، التواءات المفاصل. طبعا كلنا بيحصل لنا كدمات او التواءات او تورمات، وتصاب منطقة في الجسم بصدمة او ضربة، قد يتسبب ذلك في ظهور كدمات في الجلد، وتختفي الكدمات من تلقاء نفسها، ولكن بتاخد فترة كبيرة. يمكن استخدام هيموكلار لتقليل الألم والتورم والتجمعات الدموية المصاحبة لذلك. طبعا هيموكلور يحتوي على مكونات كثيرة، قلناها هو سيلفيوريك بوليستر ومكونات أخرى فعالة، وهو يخفف من الآلام والتورمات المصاحبة للكدمات، ويمنع التجمعات الدموية. وفي حالة الإصابة بكدمة في العين يجب استعماله حول العين، ولكن في العين يجب عدم استعماله لأنه يسبب مشاكل كثيرة. في طبعا علاج التسلخات، لا يستخدم كريم هيموكلار في المناطق المصابة بالحروق، وليس له دور في علاج البواسير زي ما قلنا. يحتوي هيموكلور على المكونات اللي قلنا عليها، ويستخدم في علاج التورمات والتجمعات الدموية السطحية. في نهاية الفيديو أرجو أن أنتم تكونوا قد استفدتم، والرجاء أن تعمل مشاركة للفيديو على حسابك على الفيسبوك، وتشترك في القناة إذا كنت غير مشترك، وبعد كده تضغط لايك إذا أعجبك الفيديو، وبعد كده تضغط علامة الجرس فوق أعلى الفيديو لكي يصلك كل فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.